الفصائل المسلحة العراقية توعدت بالانتقام من عمليات الاختراق والتفجيرات الخطيرة التي نفذتها إسرائيل ضد حزب الله اللبناني يوم أمس، وهذا الأمر أصبح واضحا مما نشر من قبل عدد من صفحات التليجرام التابعة لهذه الفصائل المسلحة العراقية. نشروا هذا المنشور وأكدوا بأنهم سيقومون باستخدام أحدث الصواريخ والطائرات المسيرة على العمق الإسرائيلي. وواضح جدا من خلال هذا المنشور ومن الكتابة، ذكروا بأنه وعد غير مكذوب، أي بمعنى بأن الانتقام قادم لا محالة. وإذا ما حاولنا أن ندقق بهذه الصورة لكي نرى هذا الموقع وما هو الموقع الذي تحاول هذه الفصائل العراقية أن تستهدفه أو تهدده بالدرجة الأساس، نلاحظ بأننا أمام مدينة إسرائيلية ساحلية، هذا هو البحر المتوسط. وأيضا ترى بأننا أمام هذا المبنى المميز الغير واضح المعالم، وكذلك تلاحظ بأننا أمام مبنى بشكل هندسي مميز، وهنالك مبنى أبيض آخر وهذا مبنى آخر أيضا يبدو بهذا الشكل المتدرج مع الساحل طبعا الذي يأتي منحنيا بهذه الطريقة. بالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي سنجد بأن هذه الصورة وهذه العلامات وهذه المباني تتطابق تماما مع تل أبيب. تلاحظ هنا تقريبا نفس المبنى الذي رأيناه هنا، هذا هو متطابق مع هذه الصورة التي كانت ظاهرة من الفصائل العراقية، لكن المبنى هنا لا يبدو هو متطابق من الناحية المعمارية، لكن الموقع ليس متطابقا، المبنى بالأبيض أو باللون الأبيض غير موجود هنا. بالتالي إذا ما اتجهنا إلى الشمال قليلا الآن سنرى بأن الصورة الحقيقية تأتي معكوسة، هذه هي الصورة الصحيحة التي نراها وهي تتطابق مع هذه الصورة تحديدا التي رأيناها، خاصة إذا قمنا بعكسها باتجاه عكسي سترى بأنها تتطابق تماما مع ما رأيناه في القمر الصناعي، لا اختلاف أبدا. وواضح جدا أن الفصائل العراقية هنا تقصد هذه المنطقة وهذا الموقع تحديدا، وتلاحظ من الساحل أيضا هو متطابقة هذه الصورة تماما مع ما تريد استهدافه هذه الفصائل العراقية. والمثير للانتباه هنا بأن هذه نفس الزاوية ونفس النقطة التي استهدفتها جماعة الحوثي قبل شهرين من الآن، جاءت طائرة مسيرة باتجاه هذا الموقع تحديدا. لاحظ هذا هو نفس مبنى الفندق والمبنيين التي تأتي إلى جانب هذا الفندق، كما نلاحظ هي متطابقة تماما، وظهرت الطائرة المسيرة الخاصة بجماعة الحوثي وهي تخترق هذه المنطقة ونفذت تفجيرا كبيرا وأدى إلى ما أدى إليه. والفصائل العراقية يبدو بأنها بدأت فعلا بالضغط وبمهاجمة العمق الإسرائيلي، مما جرى اليوم على سبيل المثال هنا من صافرات الإنذار صباح هذا اليوم تقريبا في الساعة 4:30 فجرا من صباح هذا اليوم، كانت صافرات الإنذار بالقرب من بحيرة طبرية بهذا الشكل كما نلاحظ. وهذا الأمر اعترفت به إسرائيل أساسا، أفخاي أدرعي قال بأنها طائرات حربية مسيرة مفخخة قادمة من العراق كما تلاحظ هنا، نفس الأمر أكدته إسرائيل وور روم في إشارة إلى أنها فعلا انطلقت من العراق. عادة إسرائيل لا تتحدث عن هذه المسألة وعادة تقول بأن هذه الطائرات كانت قادمة من الشرق، لكن هذه المرة إسرائيل واضحة ومتأكدة بأن هذه الطائرات المسيرة كانت قادمة من العراق. بمعنى آخر هذه هي بحيرة طبرية كما تلاحظون، يعني أن الطائرة المسيرة تقريبا انطلقت بهذا الشكل، ويبدو بأن كانت لديها أهدافا قد تكون تل أبيب التي قاموا بتهديدها أو حتى حيفا أو أي منطقة موجودة، لكن بشكل عام هذا الأمر قد حدث فعلا. كذلك أن هنالك فصائل عراقية أخرى أكدت بأن مقاتليها مستعدين للانضمام لحزب الله اللبناني وأن يقاتلوا في جنوب لبنان جنبا إلى جنب مع حزب الله ضد إسرائيل. وكانت هنالك الكثير من التقارير التي أشارت بأن هنالك حراكا من الفصائل العراقية بنقل مقاتليها إلى جنوب لبنان، بعض التقارير أكدت بوجود هؤلاء المقاتلين، وقد تكون واحدة من الأدلة عن أن هؤلاء المقاتلين فعلا متواجدين الآن في جنوب لبنان هو ظهور مقاتل من جماعة الحوثي بهذه الطريقة مصاب وصور نفسه وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرسل رسالة إلى والدته ليؤكد بأنه 5 من عناصر جماعة الحوثي بالإضافة إلى عناصر آخرين قد قتلوا بسبب استخدامهم أجهزة البيجر، أجهزة اللاسلكي التي استخدمها ويستخدمها حزب الله اللبناني، وفجأة يوم أمس انفجرت واتضح بأنها كانت مفخخة كما تحدثت النيويورك تايمز من شركة أساسا أوروبية في هنغاريا صنعت هذه
الأجهزة تحت شركة تايوانية أو استخدموا البراند التايواني وصنعوا هذه الأجهزة، والموساد الإسرائيلي كان حاضرا في تفخيخ هذه الأجهزة التي انفجرت في نهاية المطاف. لكن تلاحظ أنت أمام مقاتل من جماعة الحوثي يستخدم أجهزة البيجر، مما يوضح بأن المقاتلين الحوثيين موجودين أيضا في جنوب لبنان. ولا بد أن لا نستهين أبدا بقدرات الفصائل العراقية، لأن الفصائل العراقية في 6 نوفمبر من العام الماضي كشفوا عن امتلاكهم لهذا الصاروخ، أطلقوا عليه اسم الأقصى واحد، وهذا الصاروخ متطابق تماما في المواصفات بكل شيء مع صاروخ فاتح 110 الإيراني، وهذا الصاروخ لا تمتلكه الفصائل العراقية فحسب، وإنما هذه الصواريخ بحسب العديد من المعلومات الغربية والإسرائيلية، منها أن حزب الله اللبناني أيضا يمتلك فاتح 110. ويجب أن لا ننسى أن جماعة الحوثي أيضا تمتلك صواريخا متقدمة للغاية، آخرها في الأيام القليلة الماضية كان هنالك صاروخا باليستيا متطورا، تقول جماعة الحوثي بأنه صاروخ فرد صوت وصل إلى هذه المنطقة بالقرب من تل أبيب على بعد 6 كيلومتر فقط من مطار بن غوريون، وحاولت المنظومات الدفاعية من التصدي لهذا الصاروخ وأخفقت تماما في الوصول لهذا الصاروخ. بعد ذلك بعض التقارير قالت إسرائيل بأنها ضربت جزئيا هذا الصاروخ، لكن الصاروخ في نهاية المطاف وصل إلى وسط إسرائيل في إخفاق وخرق كبير على كل الأنظمة المتطورة، ليست فقط الإسرائيلية منها، وإنما أيضا نتحدث هنا عن الأنظمة الدفاعية الأمريكية من الباتريوت وغيرها. وهذا الأمر يدلل على شيء مهم هنا، بأن هذه الفصائل العراقية وكذلك جماعة الحوثي وحتى حزب الله اللبناني يبدو بأنهم بدأوا بالتركيز بشكل كبير على وسط إسرائيل هنا على تل أبيب وكذلك على القدس، لأنها تعتبر هي العصب لإسرائيل بشكل عام، خاصة وأن هنالك 120 ألفا من المدنيين الإسرائيليين من الجنوب قد نزحوا بسبب 7 أكتوبر، وكذلك من الشمال المجموع 120 ألفا من الشمال ومن الجنوب سوية نزحوا تقريبا إلى هذه البلدات الوسطية حتى انتهاء هذه الحرب، وبالتالي استهداف هذه المنطقة الوسطية بهذا الشكل حتى وإن لم تسقط الصواريخ هي ستدفع هؤلاء المدنيين بمغادرة إسرائيل بأكملها. بالتالي هذا تهديد وجودي لإسرائيل بالكامل، أن تأتي الصواريخ البالستية أو صواريخ الفرد صوت من كل اتجاه من قبل كل هذه الفصائل، وهذا الضغط الآن وهذه التهديدات تأتي مع رغبة إسرائيلية كبيرة الآن قد تتطور في الساعات القادمة وفي الأيام القليلة القادمة، حيث أن إسرائيل تحشد بشكل كبير وتعد للتقدم تجاه جنوب لبنان من أجل تطبيق القرار 1701 وأبعاد عناصر حزب الله اللبناني خلف النهر الليطاني. وهنالك أيضا لواء الكوماندوز في الفرقة 98 تم الإعلان بشكل رسمي بأنه انسحب من قطاع غزة ونقل مباشرة إلى شمال إسرائيل للاستعداد للقيام بهذه العملية وعمليات قطع الاتصالات وضرب الاتصالات، وأجهزة الاتصال الخاصة بحزب الله اللبناني هي واحدة من الأدلة أو الدلائل الكبيرة بأن إسرائيل تخطط فعلا لتقوم بعملية تقدم، لأن ضرب الاتصالات هو تقطيع التواصل بين عناصر حزب الله اللبناني بين القيادات وغيرها، وبالتالي بالنسبة لإسرائيل واضح جدا أنها تعد لتقدم خطير للغاية، وعلامات هذا التقدم والهجوم أصبحت الآن واضحة. اليوم كان قائد القيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية اللواء أوري غوردون كان قد قال مهمتنا واضحة وجاهزيتنا في ذروتها. كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر في لقاء عاجل وطارئ مع الرئيس الإسرائيلي من أجل مناقشة التطورات في شمال إسرائيل وكذلك في جنوب لبنان. لا بل إن فجأة موجة ثانية من التفجيرات كانت قد وقعت في لبنان في الضاحية الجنوبية وفي مناطق أخرى من لبنان، بهذا الشكل فجأة انفجرت العربات، انفجرت الشقق والمباني وكذلك انفجرت الشقق أيضا من الداخل، واتضح أن هذه التفجيرات طالت هذه المرة أجهزة مختلفة، أجهزة اتصال بهذا الشكل كما تلاحظون خاصة بحزب الله اللبناني، وهذه الأجهزة هي أجهزة الووكي توكي الخاصة بحزب الله اللبناني، هي أيضا اتضح بأنها مفخخة وبدأت تنفجر بهذا الشكل. أجهزة الراديو أيضا كانت قد انفجرت، وحتى أجهزة البصمة التي تستخدم للدخول في مقرات حزب الله وغيرها أيضا قد انفجرت
بهذا الشكل. بالتالي هنالك خرق خطير وهنالك موجة ثالثة من الانفجارات بدأت في الساعة الماضية في البقاع في هرمل في هذه المناطق المهمة للغاية والمرتبطة بالحدود أيضا مع سوريا. قد أيضا حدثت فيها انفجارات، بالتالي إسرائيل تحقق خرقا كبيرا وبدأت تقطع الاتصالات من أجل البدء بعملية تقدم قد تكون هذه الليلة أو قد تكون في الأيام القليلة القادمة. وبنيامين نتنياهو في الساعة الماضية كان قد أوضح بتصريح مقتضب وقال الآتي: لقد سبق وقلت أننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم سالمين، وهذا بالضبط ما سنفعله. بالتالي الساعات القادمة تبدو خطيرة وخطيرة للغاية على جنوب لبنان وعلى حزب الله اللبناني، ويبدو بأن العمل العسكري بدأ يتصاعد، العمل الاستخباري بدأ يتصاعد، والفصائل العراقية أصبحت الآن منخرطة كما هو واضح في طبيعة هذا الصراع، ومن الممكن أن نرى تزايدا في الهجمات على العمق الإسرائيلي من جماعة الحوثي أو الفصائل العراقية أو حتى الفصائل الموجودة في سوريا، مع علامة استفهام كبيرة تجاه إيران.